تعالوا نشوف الرئيس قال ايه. بالمناسبة في أراضي كانت ناس حاطة ايديها عليها بتقول إنها هتاخد حقها مني أنا. مفيش في الدولة حد فوق القانون وفوق الحق. هقول تاني، هقولها تاني. في ناس فاكرة إن هي فوق القانون وفوق الحقوق. أنا بقول لهم مفيش حد فوق القانون وفوق الحق خالص. اللي فوق القانون هو القانون، واللي فوق الحق هو الحق. إنما حد يتصور يقول لك لا لا، ولو سمحتم أنا قلت آخر الشهر ده عشان أأكد للمصريين إن هم قادرين على إن هم مش يستعيدوا الأرض بتاعتي ولا بتاعت الحكومة. دي أرض الناس، أرض مصر، أرض المصريين، أرض الأبناء اللي قادمين. ما يجيش يقول لك ده خد 5000 فدان وده خد 2000 فدان وده خد 20000 فدان وده خد لا لا، ولا متر أرض.